الخير. صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير. صباح الخير. أكيد سمعتنا وإحنا قاعدين بنحكي قديه دور الأغاني قوي في تغيير مود الشخص من الحزن إلى الفرح والسعادة، وإحنا كتير أحيانا بنلجأ إنه إحنا نسمع أغاني لنغير مودنا. أكيد صباح طبعاً. الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا وطن طبعا، وصباح الخير طبعا. أحب أصبح على الإمارات وشعب الإمارات حكومة وشعبا، أحب أصبح على الوطن العربي وعلى دولة الأردن طبعا وشعب الأردن، وإلكم كمان من عندي. هلا اكيد الاغنيه المعاصره حاليا صارت شوي يعني خلينا نقول سريعه نوعا ما، زي ما انتم تفضلتوا فرفوشه نوعا ما سريعه كثير مقارنه طبعا اكيد 100% مقارنه بالاغاني القديمه سريعه كثير، لانه طبعا بدك تواكب العصر وبدك تواكب التكنولوجيا والتطور اللي صاير. صحيح. برضو يمكن حسينا انه كمان الاغنيه المعاصره صارت عاطفيه اكثر من انه طربيه، صارت راقصه اكثر من انه تكون يعني زي ما نقول طربيه او هاديه، زي مقارنه بالاغاني القديمه زي ما كنا نسمعهم لعبد الحليم ولام كلثوم ولولا. طب احمد معلش استني قطعتك، بس في حاجه لفتت نظري، انت مريض ولا عندك بحه؟ التنتين. بس عندك بحه يعني. لازم نشوف، لازم نتاكد منها، لازم نسمع منك حاجه. انا اغني هيك ولا في مايك ولا؟ لا تفضل تفضل غني، احنا كلنا اذان صغير. شو بتحب تسمعي؟ حاجه على ذوقك، اي حاجه الاقرب لقلبك. ولا موال هيك، ولا وديع الصافي مثلا. يا سلام. لا 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 من هون نحنا يا بشر، من هون من هون من قصة عمر، من بسمة الأيام للأيام، من صوت من صوت بيجيب البكي عالبال، من كوخ من موال من عرزان من دالي وعنقود من توتي، من غيمة بلاد المطر، من هون خطرنا على بالك، خطرنا يا هوى كان مالنا ومالك، نحنا يا هوى لا بعمرنا هوينا ولا شافت عينينا طيفك يا هوا. الله برافو. يعني ما شاء الله عليك، اذا صوتك مريض وهيك اذا مش مريض شو بتعمل؟ ومايك ايه اللي انت محتاجه؟ بلا مايك انت مش محتاج اي حاجه. ما شاء الله عليك. انا مبسوطه جدا انا طلبت انك تغني، لان اول ما غنيت طلعت عملنا فتحت عيوني. ما شاء الله عليك. الله اكبر. معلش نغني ما نحكي ينفع بليز مخرجنا نغني بس؟ لا ما عندنا اسئله، ما فيش عندنا شيء. كان تحكي عن الاغنيه السريعه. نعم. اوكي، وقديش هي سريعه؟ بتفوت بتضرب وسريعه بترجع بتختفي. هلا هيك يعني خليني نحكي التطور اللي صار والتكنولوجيا اللي صارت والحس الفني للكلمات للالحان للتوزيع، خلينا نقول صارت شوي الفكر تبع حتى تبع الملحن تبع الكاتب تبع الموزع صار شوي تجاري اكثر ما هو يعني. طبعا اكيد نقدر نقسم يعني نقسم احنا الاغنيه المعاصره لقسمين. طبعا في اغنيه معاصره بتوصل للقلب فيها حس، اي ممكن زي ما انت تفضلت تكون معانا تواكبنا مثلا شهرين ثلاثه ست اشهر سنه وبعدين ننساها. هلا اذا بنشوف يمكن الفنانين على تواصل كل ثلاث اشهر او كل اربع اشهر لازم في فنان نفس الفنان ينزل اغنيه جديده ليضله مستمر في الساحه الفنيه. هذا اللي يعني هذا اللي صار. خلينا نقول التطور الفني او خلينا نقول الاغنيه صارت هلا حاليا في الوقت هذا مقارنه بالوقت اللي مضى يعني.
عندك حق. طب انا عندي سؤال منه لاحمد، بما انه هو شاب في مقتبل العمر، هيك ليه اغلب الشباب بيتجهوا للاغنيه المعاصره مع انه هم عندهم ممكن قدرات صوتيه انهم يغنوا مثل ما حضرتك قبل شوي غنيت لوديع الصافي؟ يعني في مساحات صوتيه احيانا، لكنهم بفضلوا انهم يتجهوا للاغاني سريعه الرتم والايقاع. صحيح مزبوط. نفس ما حكينا، يعني انا كفنان او اي شاب كفنان لما بده يطلع يغني اغنيه برضه بده يغني اغنيه تلمسه، بنفس الوقت تكون سريعه، بنفس الوقت بده تنشهر. هلا مش انه احنا مثلا بتكلم ككاتب او كملحن او كمغني او كمطرب، لما بده يغني لما بده يختار اغنيه سريعه او لما بده يختار او بده يواكب العصر بالاغنيه، هذا لا يعني انه احنا في عندنا فقر في التاليف او في التلحين او في الغنى، بس بنفس الوقت بهمك انه المستمع بالضبط بهمك انه المستمع لما يسمع الاغنيه تفاعل وتجاوب معها، تتفاعل مع الاغنيه تبعتك، وانت السوق اللي بيطلب منا هلا هذا الحكي. صحيح. يعني لما يجي لما اجي انزل انا حاليا اغنيه خلينا نقول مدتها 3 4 دقائق او 5 دقائق، الاكثر من هيك الجيل اللي هلا بيسمعك بمل. صح. فانت بدك تاخذ زي ما تقول تضربها، بقول لك بضربوا عصفورين بحجر، يعني زي ما تقولي نفس الوقت كلمات حلوة حساسة مع لحن دافي بيوصل للقلب بسرعة مع توزيع حلو بيعبر عن الموضوع بخلينا نقول فترة لا تقل لا 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 ما تطلعش عن 4 أو 5 دقائق. أحمد اضرب لك 3 عصافير بحجر بالضبط. عصفورين وأبو قردين تفضل. تمنعناش شو بدنا نسمع؟ نقول أنا بحب بصراحة أغنية شيرين الجديدة طبعا، يا بتفكر يا بتفكر يا بتحس حتى انت احنا اللي بنحبها، بس لها كل احترام طبعا وفنانه كثير راقيه وحساسه. احس اصورك. استنى تعال استنى بسرعه افتح الكاميرات. يلا تفضل. الانا كنز لا يلقتنا، بس نحنا مركبين عطماء الأنا، كنز لا يلقتنا، بس نحنا مركبين عطماء. عم جرب حب ووقف، أنا عم جرب مش عم أعرف، عم جرب الحق عقلي والمنطق شو بيقلي، عم جرب مش عم أعرف. يا بتفكر يا بتحس، لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي، نقي واحد منهم بس. يا بتفكر يا بتحس، لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي، نقي واحد منهم بس. يا بتفكر يا بتحس. يا ابو الشيل يا هتغني يا هتغني، ما عندكش اوبشن ثالث النهارده في الحلقه، بس هتغني بجد والله. يعني ما شاء الله عليك، انت مستخبي فين يا راجل؟ انت ازاي مش عندنا من زمان؟ ان شاء الله. ما انت عارف الوضع الحالي حاليا شوي صعب على الشباب اليوم، لانه بطل في شركات انتاج بتساعد، دعم من منتجين، دعم من كان راح شوي يعني طبعا عندنا شغل. طيب المخرجين بيقولوا لنا على اليوتيوب واحنا بندعمك، ما تقلقش انطلق بس واحنا معك. تحياتي لهم. عندك شانل على اليوتيوب؟ عندي طبعا اكيد احمد الخالد اكيد. وقد ايه هذا الشيء يمكن السوشيال ميديا، اليوتيوب، منصات التواصل الاجتماعي بتساعد فنان اليوم انه هو يمكن يلاقي فرص يمكن ما كانت الناس رح تكتشفه لولاها؟ مزبوط. هلا هذا خلينا نقول الخيار الوحيد او خلينا نقول الخيار الاقوى للفنان انه يعني يظهر موهبته للناس، بما انه صار في عنا ضعف بالمنتجين او بشركات الانتاج، او خلينا نقول للاسف خلينا نقول بعض او اغلب المنتجين او الشركات صارت تتجه للاغنيه الاستعراضيه خلينا نقول، اكثر من التعاقد مع شاب او مع فنان.
هلا صارت السوشيال ميديا اكيد يعني هي المهرب الوحيد او خلينا نقول النقطه الوحيده المنفذ بالضبط المنفذ الوحيد انه الفنان يوصل صوته يوصل احساسه يوصل رايه للناس يوصل رسالته الفنيه للناس لمنتجين بيساعد بس الموضوع بيطول اكيد يعني ومش كل واحد بياخذ التشانس تبعته صحيح. يعني في انت هنا اخذ كل التشانس يعني شفت انت دلوقتي هو احنا مش هنسيبك شو سعيد نشوفك طبعا اكيد ناخذ كل الغنى احنا ما عندنا اسئله طفينا التليفون ما فيش اسئله بالضبط احنا مش هنسال اي حاجه هو خلاص الاسئله احنا هنستمع بس تفضل احمد المايك معك جديد احنا غنينا لبناني وبدنا نغني مصري بس عشان يا سلام منا عشان عيون منا تسلم ربنا يخليك ما بعرف بدك نسمع قديم او بدك قديم قديم انا ما حتى استحد حد حبه انا موافقه اي شو ان شاء الله بتطلع طعم وش ما عندنا مشكله انا اقول اغنيه شايف الفنانه طبعا فايزه احمد اللي الله فضل شاكر شايف تيرارارا شايف ليالي الشوق شايف ليالي الشوق واللي جرى فيه هانت 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 وجاية سنين هانت وجاية سنين تضحك لياليها يا ترى يا ترى انت فين دلوقتي يا حبيبي يا مني قولي يا مني قولي يقولي مين دلوقتي يا حبيبي ايه اقول لك ايه بتقول عليا ايه دلوقتي للي معاك رح تحكي عن حبي ولا انت حتخبي وتداري سري هواك يا ما اشتقنا يا ما سمعنا ملامة يا ما اشتقنا يا ما سمعنا ملامة صبر لما الناس يلومونا وبنستنى اليوم ينادونا أيام تفوت يا وحش نموت أيام تفوت يا وحش نموت وفي يوم وليلة شو إيدي بترارارارارارا ما اقدرش انا افضل هنا وحبيبي عن عينك بعيد بعيد يا من توحشني يا مين يا من توحشني الله 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 ارجوك والنبي خلينا اصدقاء بليز يعني خلينا نشوفك حتى بره كده كل ما حد يكون متضايق اتصل باحمد بس على خلاص انستغرامك بس وكذا وهيك تصير ضل لازم نعمل لك انستغرام وظاهر على الشاشه ايه. احنا رح ناخده منه هلا بعد الحلقه بناخد انستغرامك وتاريخ ميلادك وكل حاجه نتشكرك احمد على هالجو اللي خلقت لنا اياه بالاستديو احنا فعلا استمتعنا وكثير انبسطنا وفعلا غيرت لنا مودنا وزي ما بنقول دائما ختامها كان مسك بس قبل ما نختم حابين كمان نختم على أغنية يفضل انها تكون خليجية لانه غنينا بجميع الالوان باقي اللون الخليجي طبعا بحب اتشكركم واتشكر قناة الفجيرة واتشكر برنامج صباح الخير يا وطن على الاستضافة الجميلة والاستضافة الحلوة وبتشكركم طبعا اكيد صدقني مش اخر مرة انت خلي بالك تكون زبون دايم كل يوم عندنا كل يوم عجبتني زبون دايم لا اكيد انا بتشرف طبعا بلقائكم اكيد كل يوم وكل يوم اكيد بتشرف بلقائكم ببرنامج صباح الخير الوطن اكيد كل مره ولي الشرف طبعا اكيد خلينا نقول اغنيه خليجيه مثلا نقول يا منيتي اوكي هلا يا منيتي
يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام. ليش ليش تهجرني وانا وانا احبك 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 يا سلام. هلا هلا يا منيتي يا سلام خاطري وانا احبك يا سلام. ليش الجفا ليش تهجرني وانا وانا احبك 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 يا سلام. يترنم على البال عشر القمر والروضة على غصن السلام. يترنم على البال عشر القمر والروضة على غصن السلام. يذكرني بأحبابي يذكرني بأصحابي.